الوقت ال parametric deformers. ال parametric deformers دي تعتبر deformers لل parameters أو المعاملات بشكل أساسي، لأن احنا هنلاحظ واحنا شغالين عليها كأن هي بتغير في الشكل، الأشكال اللي هي برضه بتأثر بال parameters بتاعة الشكل اللي قدامي. فمثلا هناخد أول واحد اللي هو effect region. effect region مش واضح هنا. effect region ده بيعمل ايه؟ أكنه بيجي على السطح الخارجي بتاع الجسم وأكنه بيزقه في الاتجاه العمودي عليه، أكنه بيأثر. هي معناها effect region يعني هيأثر على منطقة من المجسم بحيث يأثر عليها بقوة، القوة اللي هي بحددها بالفول اوف دي. هي طبعا هتبان هنا في الفرونت. بيدفع من ناحيتي، ممكن نخلي البوينتس تبقى هي الموجودة في الناحية دي كده مثلا، كده بخلي منطقة الدفع أو الزق هي المنطقة اللي أنا بحددها. ignore back facing اللي هي الوش الخارجي، فهي كده هتأثر على المفروض على اللي فوق، الجزء اللي فوق. الكيرف اللي هو المنحنى اللي هي بتستخدمه في الزق، خلينا مثلا بلاش اجنور باك فيسنج دلوقتي. تمام. البنش والبابل اللي هم بيستخدموا في رسم المنحنى اللي هو بيزق بيه، ما هو مش بيزق كده بأي طريقة، لا بيزق طبقا للمنحنى. كده بنغير في شكل المنحنى اللي هو بيزق بيه. ده البنش والبابل. تعالوا ناخد ده نعمل له كات، نشيل ده ونحط بوكس عادي مثلا، ده في الفايل هو بالشكل ده. بنش والبابل ده بالنسبة للأفكت ريجن. بعد كده المضاف اللي بعد كده اللي هو بند. بند يعني يثني، هيثني الجسم ده بحد الأنجل اللي هي الزاوية اللي عايز أثني بيها، هتكون 120. بحدد المحور اللي هثني حواليه، هو كده بيثني حوالين محور إكس، كده حوالين محور واي، كده على محور زد. تمام. الدايركشن ده هو الاتجاه الدوران، لو عايز اضيف اتجاه للدوران بالشكل ده ما يبقاش شكل مستوي، يعني يضيف له زاوية بالشكل ده. الليمت افكت اللي احنا اتكلمنا عنه ان احنا نخلي التأثير يبقى لحد حد معين، التأثير بيبتدي من هنا وينتهي في الجزء ده عند النقطة دي ينتهي، يعني كل ده مش متأثر بالبند، الجزء ده بس هو اللي متأثر بالبند. بحدد الأبر ليميت والليميت واللور ليميت أو بشيلهم خالص من هنا. طبعا بتتحدد بالسيجمنتس، يعني محدش يجيب لي واحد الواحد ده مثلا ويعمل له بند زي ما انتم شايفين كده، ما حصلوش اي حاجه، مجرد الاطراف بتاعته اتشدت. ده بالنسبه للبند. ممكن الجزم بتاعه اغير مكانه عشان يدي تاثير مختلف شويه بالشكل ده. طبعا عن طريق الجزم والسنتر دي ممكن توصلك كل حاجه، ان انتوا مثلا يعني انا عملتها عن نفسي، الواحد يعمل ايه اكن سجاده بتتني، سجاده بتلفها اكن سجاده مفروشة على الارض، وواحد بيتنيها عشان يبرمها كده ويلفها حوالين بعضها عن طريق الجزم والسنتر والانجل. يزود الانجل مثلا خليها 500 بالشكل ده.
وعن طريق ال limit effect. تمام، بتتغير الزاوية، متبقاش 500 حسب ما انتوا عايزين يعني. مش فاكر كانت معمولة ازاي.